توكلنا على الله وتم تحرير القضاء قضاء هيت بالكامل في تمام الساعة 3 مساء هذا اليوم، وتجولنا في كل أحيائها، والآن احنا نقف في منتصف المدينة مدينة هيت. الشوارع مؤمنة، البيوت مؤمنة، القسم الأكبر من العبوات تم رفعها. بعد تحرير مدينة هيت وتأمينها بالكامل، شرعت قطاعات جهاز مقاومة الإرهاب لفك الطريق الرابط ما بين مدينة هيت والمنطقة المحمدية التي هي تم تحريرها مسبقا من قبل قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب. بعد تحرير مدينة هيت سوف يتم فك الطريق الرابط أيضا ما بين مركز مدينة الرمادي وقاعدة الأسد الجوية، وبالتالي سوف يتم فك الحصار عن مدينة حديثة. حاليا احنا نبعد أقل من كيلومتر عن ناحية المحمدي التي تم تحريرها سابقا من قبل قطاعاتنا، ومثل ما تعرف حضرتك هذا الطريق طريق استراتيجي يربط قضاء الرمادي بقضاء هيت، وما سهل ما يؤدي الى تسهيل عوده النازحين الذين نزحوا عن قضاء هيت خلال عمليه تحرير القضاء، والذي يبلغ عددهم اكثر من 30,000 نسمه. ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه سوف يتم ارجاعهم الى القضاء بالتنسيق مع الحكومه المحليه.